السلام عليكم، معكم القاضي فلاشي متعلقة بكل ما هو علمي. في هاد فيديو غنديرو السؤال الثاني اللي هو ديال الفوليم دو لا ماسونوري دو مويلو. باش كنهضر على الفوليم دو ماسونوري دو مويلو، كيف ما تتشوفوا عندنا، كيف ما كتشوفوا الفوليم دو ماسونوري دو مويلو هو هذا، هو اللي فيه الحجر. هو واحد عبارة على واحد المير، حيط صغير مبني في الساس، في الفونداسيون، مبني بالحجر. لا هوتور ديالو غتلقاو عندكم تما هي 50 سنتيم، الارتفاع ديالو 50 سنتيم، وغتلقاو بالنسبة للبيسور ديالو، العرض ديالو كيفاش كديرو، العرض ديالو كتشدو ديك 70 سنتيم اللي هو العرض ديال البيتون دو بروبورتي أولا لي سومال، اللي هو 70 سنتيم، اللي هو العرض ديال الساس. كتنقصوا من 10 سنتيم من كل جهة، هي 20 سنتيم. 20 سنتيم كتنقصوها من 70 سنتيم، كتبقى لك هي 50 سنتيم. إذا العرض ديال الساس هو 50 سنتيم، ما عليناش، ولي لاوتور ديالو هي 50 سنتيم. بالنسبة للعرض ديالو 50 سنتيم، لاوتور ديالو 50 سنتيم. كيبقى عندنا مشكل في الطول. بالنسبة للطول، الى شفتوا بان الصيناج خارج عندي من كل جهه ب 10 سنتيم، زائد البيتون دو بروبورتي خارج من كل جهه ب 10 سنتيم، يعني الساس خارج عندي من الحيط من اليسار ب 20 سنتيم، ومن الحيط من اليمين ب 20 سنتيم. ما عليناش، درت لكم هذا الرسم. هذا كيعني هو الماسونوري، الماسونوري هو هذا اللي الوسط، وهذا اللي دورت بالخضر من على اكستيريور من على برا، ولا انتيريور من على الداخل، هو البيتون دو بروبورتي اللي خارج ب 10 سنتيم على الماسونوري من كل جهه. بالنسبه للكوتاسيون، بالنسبه عندنا 10 متر 40 بالنسبه للطول، وعندنا 4 متر 90 بالنسبه للعرض. اذا كيفاش كندير؟ اول حاجه كنقسم عندي بحال السيرفاس كيف ما قلنا، كنقسم من هنايا وكنقسم من هنايا، كيف ما كنقسم من الفوق ومن هنا، كيصبح عندي على هذا الشكل. كنقسم الماسونوري ديالي، كنقسمه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كيصبح عندي بحال هاد السيرفاس بحالها بحال هاد السيرفاس اللي مقابله معاها، وبحال هاد السيرفاس بحالها بحال هاد السيرفاس اللي مقابله معاها. دابا انا باغي غير الطول، يعني انا عندي العرض وعندي الارتفاع، يعني باش نجبد الطول ديال هذا راه باين، راه هو من الراس ديال البيتون دو بروبورتي حتى الراس ديال البيتون، كننقص 10 سنتيم باش نوصل للماسونوري من اليمين، وكننقص 10 سنتيم باش نوصل للماسونوري من اليسار. يعني انا نقصت 10 سنتيم من اليمين و10 سنتيم من اليسار، اللي هي 20 سنتيم. 20 سنتيم كنقصها من 10 متر و40، كتبقى لي هي 10 متر و20، 10 متر فاصله 20. انا لقيت دابا الطول ديال هاد القطعه هادي، بقى لي العرض. العرض راه كناخذ هو العرض ديال الماسونوري، العرض ديال الماسونوري هو 50 سنتيم، كنضرب 0.50، وبالنسبه للاوتور ديال الماسونوري الارتفاع هو 0.50. انا لقيت الفوليوم كنضرب بجوج، انا لقيت الفوليوم ديال هاد القطعه هادي كنضربها بجوج، على حساب بحال هاد القطعه بحال القطعه اللي مقابله معاها. بالنسبه لكذلك العرض، العرض عاوتاني كنخدم عاوتاني على هاد الكوتاسيون ديال 4 متر و90. 4 متر و90 هاد المره شنو كنقص منها؟ باش انا باغي منهن، باغي من الخط الخضر حتى الخط الخضر الوسطاني. هادي هي القطعه اللي عندي بها الغرض. اذا شنو خصني نقص؟ خصني نقص البيسور ديال العرض ديال الماسونوري من كل جهه، اللي هو 50 سنتيم 50 سنتيم اللي هو مترو، وكنزيد نقص 10 سنتيم ديال البيتون دو بروبورتي باش خارج، 10 سنتيم من الاعلى و10 سنتيم من الاسفل، هي 20 سنتيم. 20 سنتيم كنزيد عليها 50 سنتيم اللي هي 70 سنتيم. اذا 70 سنتيم كنقصها من كل جهه، 70 سنتيم من الاعلى و70 سنتيم من الاسفل، باش كنشد من الشرطه الخضراء حتى الشرطه الخضراء فوق. هذه هي القطعه اللي عندي بها الغرض. ملي كنقص 70 سنتيم من الاسفل و70 سنتيم من الاعلى، هي متر و40. متر و40 نقصوها من 4 متر و90، شحال تصبح؟ تصبح 3 متر و3 متر و50. اذا كندير زائد 3 متر و50. انا لقيت الطول ديال هذه القطعه، والعرض راه عندي ديال الماسونوري 0.50، والارتفاع راه عندي ديال الماسونوري هو 0.50. كنضرب بجوج، على حساب غنضرب بجوج بحال هاد القطعة راه بحالها بحال القطعة اللي مقابلة ليها. هادشي اللي كاين، وكتخرج في الاخر الفوليم دو لا ماسونوري دو مويلون بالمتر كيب
كتخرج لك شحال بالمتر كيب. ورينا لكم لا ميثود وكيف شنا دابا كيف شنا الفوليوم دو لا دو البيتون نورمال وشنا الفوليوم دو لا ماسونوري دو مويلو وشنا في الفيديوهات اللي قبل تراسمون ديبلي ورومبلي اللي باقي لنا في هذا ليكزيرسيس هو الفوليوم دو البيتون ارمي اي حاجه مخدومه بالبيتون ارمي والفوليوم دو لا ماسونوري داغلو يعني والحيط اي حاجه مخدومه بالطوبيه. وشكرا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.